مرحبا أحبائي الطلبة، اليوم سوف أقرأ لكم قصة دب هبة. الكاتب نيلسون ثورنز من مجموعة أكسفورد، وسوف أركز على حالتي الرفع والنصب. لنبدأ بقراءة هذه القصة المشوقة والجميلة. قالت هبة: انظري يا أمي، هذا دكان الألعاب. قالت هبة: أريد دبا يا أمي، هذا هو السوق وهذا هو الدب. قالت الأم: انظري، هذا دب كبير. قالت هبة: لا، أريد دبا صغيرا، لا أريد دبا صغيرا. قالت الأم: انظري، هذا دب صغير كما في الصورة. قالت هبة: لا، أريد دبا صغيرا جدا. ولكن هذا كبير، أليس كذلك؟ قالت الأم: انظري، هذا دب صغير جدا. تنوين ضم وفتح. قالت هبة: ولكن أريد دبا أحمر. قالت الأم: انظري، هذا دب صغير وأحمر. انظروا إلى الصورة، إلى الدب الصغير والأحمر. قالت هبة: نعم، دب صغير وأحمر. لقد أحبت هبة هذا الدب الصغير. النهاية. أراكم في الأسبوع المقبل. مع السلامة.